بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا. الحقيقة كل ما المجتمع غاب منه الظلم كل ما المجتمع نور. والحقيقة إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصانا ببعض الناس، وكل ما بنعمل بوصايا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما المجتمع ينور، عشان ما حدش يجي يقول في لحظة من اللحظات هو أنتوا ليه مهتمين بحد؟ إحنا مهتمين بحد وبنقوم بدورنا تجاهه عشان بنعمل بوصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنزيح تراكمات من السوء والأسى حصل للمرأة، لازم نعترف بده. فإحنا لما بنعمل كده بنعمل بوصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الحاجات اللي حصلت واحنا بنتكلم في حلقات التدين المصري ان في حاجات سواء كانت قديمه او جديده لازم نتخلص منها. من اهم الحاجات اللي في التدين المصري لازم نتخلص منه، احنا اتكلمنا عن التدين المصري المنور وهو متصل باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتصل بالايات الذكر الحكيم، لكن كمان في التدين المصري في نتوءات بتخلينا بنتوجع لازم نتخلص منها. من هذه النتوءات ومن هذه المشاكل ظلم المرأة في الميراث ومنع المرأة من ان هي تحصل على ميراثها. تعالوا نشوف اهلنا قالوا ايه لما سألناهم عن المرأة وميراثها. للذكر مثل حظ الأنثيين، ده ربنا سبحانه وتعالى دي حقوق، فربنا سبحانه وتعالى شرعها والنبي صلى الله عليه وسلم أوضحها في سنته الشريفة إن الذكر ليه حظ الأنثيين في الميراث، لازم يدي حق أخته، ما ينفعش إن هو ياكل حق أخته، ده حرام يعني لا يجوز شرعا أصلا. بص أنا راجل صعيدي، يعني أنا عايز أقول لك دايما بتقال الحتة دي في عندنا في الصعيد، ويمكن الحاجة دي ظاهرة بشكل ما أكتر تحت في منطقة الصعيد، لكن هي ده طبعا معتقد خطأ جدا، وانا شايف يعني البنت زيها زي الولد، ليها ورثها اللي مذكور في القرآن سواء هو النص على حسب طبعا الحالات، في بعض الحالات بتاخد زي الاخ او زي الذكر، يعني ما فيهاش اي مشكله. لا لازم الصبيان والبنات، الولد بيبقى نفرين زي البنت نفر واحد، ما يبقاش اتنين، البنت نفر والولد نفرين في الميراث. طبعا ديت انا بعتبرها في جريمه في حق البنات وجريمه في حق المجتمع ككل، والناس طبعا ده هنا دور ائمه المساجد والعلماء ان هم يوضحوا ويبينوا ذلك جليا لكل الناس ان حق ميراث المراه حق شرعي واصيل. اكبر حرام ده شرعا لازم في الميراث، يعني ربنا نزل في سوره النساء الميراث وتقسيمه ازاي، كمان انا مش هخالف كلام ربنا عشان واخش النار مثلا عشان خاطر ان انا بهوايا او بدماغي ان انا اقول لا دي ما تورث او ده يورث، انا لازم الميراث يجي زي ما قال شرع ربنا بالظبط. لا 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 غلط الموضوع ده، لكن الورث زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الانثيين. لا انا مش موافق الراي ده، انا موافق شرع الله في الموضوع ده. رايي ايه يعني، احنا هنلغي الشرع ونشوف الناس رايها ايه؟ يعني هو الشرع كاتب لنا ميراث فاحنا نلغي الشرع؟ يعني لا، حاجه وحشه طبعا، لان البنت زي الولد بالظبط، وطبعا مذكور في القران ان البنت ليها نصيب وبرضك الولد ليه نصيب. التقرير عندنا بيقول لنا شويه حاجات، الناس بتقول ان ده غلط منع المراه من الميراث، لكن في نفس الوقت في اشياء احنا لازم نحسنها ولازم نطورها، زي ما حد بيقول ان لازم المراه تاخد ضعف الرجل، ان الرجل لازم ياخد ضعف المراه في الميراث، مش دايما مش في كل الاحوال، في احوال كتيره المراه بتاخد مثل الرجل، وفي احوال كتيره المراه بتاخد والرجل ما بياخدش، وفي احوال كتيره كمان المراه بتاخد النصف من ميراث الرجل.